وقت البندقية لأن تتكلم وتطلق رصاصة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. شكرا جزيلا الأب مانويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، لك جزيل الشكر. فلسطينيا أيضا وفي مشهد مؤثر، التقى الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 78 يوما بوالديه داخل المستشفى فيما يواصل إضرابه عن الطعام. ونشرت منصات فلسطينية مقاطع فيديو وصورا للحظة لقاء الأسير بوالديه، وظهر الأسير وقد بدت عليه ملامح التعب وفقدان الوزن جراء إضرابه عن الطعام. وأوضح القواسمي أنه يرفض قرار المحكمة الإسرائيلية بتجميد أمر اعتقاله الإداري، مضيفا أنه لن يرضى إلا بقرار إنهاء أمر الاعتقال. نستنى قرار إنهاء اعتقال، تجميد اعتقال، هذا شكل يعني ما بقدم ولا بأخر، وأنا عند قراري، أنا مش راح أفك إضرابي ولا راح أكل ولا أي شيء. لو اضطر الأمر إني أضرب على المية كمان هذا الحكي وارد. ثلاث دكاترة هون حكوا لي أنت في مرحلة خطر، يمكن يوم وثاني ما بتصبح، يمكن يوقف قلبك، يصيبك نيزك، يصيبك ضرر في جسمك، وإحنا ما بنقدرش نقدر حالتك. هذا الحكي مش راح يكون أكثر يعني ثمنه، إني راح يعني إن أربع أكون بين أهلي وبين أصحابي وبين حبايبي. هذا الحكي يعني أنا مصر عليه، مش راح أفك إضرابي قبل ما أخذ قرار إنهاء، لأن هذا الظالم في حق. لمتابعة تطورات الحالة الصحية للأسير الفلسطيني مقداد القواسمي تنضم إلينا عبر الإنترنت والدة مقداد سيدة إيمان بدر ووالد مقداد عمر القواسمي من داخل مستشفى كابلان حيث يرقد الأسير مقداد القواسمي. سيدة إيمان، سيد عمر، مرحبا بكما. سيدة إيمان، يعني أراك الآن مباشرة أمامي على الشاشة تجلسين إلى جانب مقداد، كيف حالكم وما هي آخر التفاصيل؟ يا مقدام، الحمد لله على كل حال، على كل شيء الله قدر لنا اياه. احنا الشعب الفلسطيني قدر انه نكون تحت الاحتلال الظالم الهاشم اللي خلى اولادنا يقضوا احلى سنوات عمرهم وظهر شبابهم في سجون الاحتلال بالحكم الاداري الظالم الغاشم الذي لا يصوغ قانونيا ولا ليس له مبرر، وهو قائم على الظلم والافتراء. مقداد اليوم له 78 يوم مضرب عن الطعام، مرفض تناول أي شيء، وتم إصدار تجميد قرار الاعتقال الإداري بالأمس، وهذا يعني أنه اليوم تخلي مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياته، تتعامل معاه على أساس أنه أسير مريض، تتحمل عائلته وضعه الصحي. هلأ في حالة إنه مقداد تمثل إنه صار أقوى من قبل وصار ممكن يفك إضرابه أو يأكل، تستأنف عملية الاعتقال من أول وجديد. التجميد الإداري ليس معناه إنه إنهاء الحكم الإداري، التجميد الإداري هو عبارة عن اعتقال مع وقف التنفيذ، ويستأنف التنفيذ، يؤجل يعني تنفيذ الاعتقال حين تماثل الشفاء. مقداد يعني مؤمن بقضيته، مؤمن بعدالة قضيته، مؤمن إنه هو مظلوم، ولذلك أقدم على الإضراب عن الطعام، ليس بكراهية الطعام أو حبا للموت. لو بده ينتحر أو إنه يقضي حياته آخر أيام عمره ظهر الشباب بالموت لقضاها بطريقة أسهل من هيك بكتير. هو عماله يعني بدافع عن حق له بالحرية، وإنه يعيش في وضع طبيعي وسلام، ويعيش زي حياة طبيعية زي أقرانه، يكمل دراسته، يبني أسرة، يستقر في عمل بدون ما يكون في منغصات من الاحتلال اللي دائما بتحول دون أحلام الشباب، ودون إنه يحققوا أحلامهم بسيطة ويكونوا عايشين الحياة كالحياة.
اليوم ابني أقدم عن اليوم مستمر ابني في إضرابه بعد تجنيد الاعتقال الإداري، برفض إنه يتناول أي شيء، برفض يأخذ المداعمات إلى فترة طويلة، إنه ما بياخذ مداعمات. لهذا السبب صار في عنده تدهور خطير في حالته، تم فقد وعيه أكثر من مرة، عدد دقات القلب منخفضة جدا، هزال شديد. الأيام هاي عماله بعاني من أوجاع شديدة في الكلى، في الخواصر، من جفاف حل، تشوش الرؤية، تشوش التفكير. ومع هيك هو مستمر في إضرابه لنيل حريته، لأن دفع ثمن كبير كبير لنيل هذه الحرية المغتصبة الظالمة اللي ليس لها أي دافع إلا الإجرام، وهذا هو الاحتلال. سيدة إيمان، هذا بالمختصر. سيدة إيمان، يعني أرى مقداد إلى جانبك. صراحة صورة كثير مؤلمة. خليني أسألك، كيف حاسة بشأن ابنك وانت هيك شايفاه قدامك؟ كيف بتشعري؟ ولكن قبل أن تبدأي في الإجابة، أتمنى لو عادت الكاميرا لي مرة أخرى. هذه صورة مقداد قبل أن يتم اعتقاله. هذا الشاب هو نفس الشاب الذي يرقد الآن أمامنا على الهواء مباشرة، إذا سمح زملائي. صورة مقداد ووالدته إيمان بدر، هذه صورة مقداد قبل أن يبدأ إضرابه عن الطعام ل 78 يوم متتالية. هو يعني الشاب زي الورد زي ما بقولوها، يعني يمكن الله أعطاه من الوسامة، من حسن الهيئة، ما لم يعطي الكثير، لكن إنه يعيش بذل ويعيش بدون حرية. عفوا معانا هذا الإشي، يعني هو يعيش يعني بكرامته أفضل من إنه يعيش حياة كلها مليئة بالذل والهوان. فهو برفض تماما إنه يكون عبد من عبيد الاحتلال، برفض تماما إنه يعيش بمزاج الاحتلال. تم اعتقاله بمزاج ضابط المنطقة، بأي لحظة ممكن يكون معتقل، مهدد بالاعتقال على فترات طويلة وتمديدات طويلة. هذا هو الاعتقال الإداري الوسخ القذر اللي ما بيعرف الواحد وقتش بنتي وقتش بخرج، وفيش إلى سقف قانوني. يعني مقداد رفض هذه السياسة ورفض هذا لأنه حاسس بالظلم وبيعرف حاله أنه جيدا، يعني أنه هو ما مارس أي نشاط اللي يتخذ بحقه الإضراب الحكم الإداري. يعني إنسان عادي طموح، واحد شاب مثله 24 سنة ما شاف إشي من الحياة، بتمنى إنه يكمل دراسته، يعيش، يكون أسرة. يعني هذا يعني ما قال لإليه، يعني هذا الوضع اللي وصله هذا المرحلة، هو هذا يعني الصورة شاهدة على إجرام الاحتلال وين وصل. أنا لما أطلع ابني كيف طلع، وكيف اليوم شفته بعد من يوم اعتقاله، اليوم شفته أول امبارح، شفته أول مرة بشوفه بعد اعتقاله، يعني إشي صادم جدا يعني. لكن عندي أمل بالله إنه في أحرار العالم، في ناس الشرفاء اللي بتتمنى إنه دائما تتوقف عن مع الحق وتناصره، وكل لها دور دائما إنها تصف بجانب الحق وتدافع عنه، هي سبب راح تكون في إخراج ابني ويعني وعودته ورجوع هذه الصورة اللي أنت قمت يعني بنشرها. يعني أحلى أيام عمره، أحلى سنوات عمره عمالها بقضيها في الاحتلال. لإمتى يعني؟ ليش تضلوا هيك الواحد خاضع إنهم بأي لحظة ممكن يهدد بالاعتقال ويقضي كل أيامه وأحلى أيامه في المعتقل؟ يعني عنده فضل إنه الاستشهاد ولا الحياة الأسر اللي بعيشها بذل، ولهيك أقدمه على الإضراب عن الطعام. إن شاء الله بيرجع وبنتصر، وإحنا بننتظر حريته اللي بتتوقف على قديش في ناس بتدعم قضيته وقضية الأسرة المضربين عن الطعام بشكل خاص، قديش في مناصرة، قديش في ضغط، قديش في يعني نصرة للحق المشروع اللي بيطالب بحريته. هذا الإشي بيساعده جدا إنه يفرج عنه.
سيدة إيمان، خليني أسألك، مقداد حالته الصحية بعد 78 يوم من الإضراب عن الطعام تدهورت، قلتي قبل قليل أنه تعرض لإغماءات أو فقدان للوعي، و يعني صباحا أو بالأمس كان قادر على الحديث ولو قليلا. كان الوضع أنه أول شيء تجميد الاعتقال الإداري بالنسبة له كان مفاجئ، ما وصلوا أي معلومة ولا أي تصريح إنه إحنا راح نشوفه أو راح يلتقي بأهله. كان بالنسبة إله يعني فيها نوع من المفاجأة والصدمة، فكان الحماس إنه شافنا وشاف إمه وأبوه في وقت هو مش متوقعه، إنه بعد 10 بالليل. هذا الإشي كان عامل حاجز قوي إنه يستعيد عافيته، يستعيد قوته، يستجمع كل يعني عافيته اللي يبادلنا والمشاعر ويعني يستقبلنا بالأحضان وبالحرارة اللي كانت امبارح بادية. هلا أي حركة بتحركها، أي كلمة بتكلمها بتستنفذ من طاقته، بتاخذ من طاقته، لأنه ما في عنده مخزون من طاقة. يعني الأيام هاي عماله بشعر بآلام بعضلات جسمه كلياتها، عمالها يعني ما في غذاء، ما في طاقة اللي ياخذها من الغذاء، فعمالها طاقته بتتآكل من أعضاء جسمه نفسها، يعني من العضلة نفسها. ففي أوجاع مختلفة في كل جسمه، اليوم عماله صوته بالكاد إنه يرتفع، الليلة السابقة هو من الفرح إنه شافنا أو من انفعاله أو ما بعرف، ما نعمش طول الليل. اليوم هي مرهق جدا، ويوم عن يوم بالسوء حالته، لأنه مستمر بإضرابه، مستمر يرفض ورافض تماما إنه ياخذ المدعمات، ورافض إنه يوقف الإضراب حتى ينال الحرية. والحرية قلت يعني هي بتتوقف على قديش في ناس مناصرين لقضيته لعدالة قضيته، وقديش له حق بالحياة بالتهم الباطلة اللي توجهت له من الاحتلال. نعم سيدة إيمان، يعني سؤال ربما يبدو قاسي قليلا، ولكن يعني من حق مقداد أن يعرف الناس ما تمرون به في هذه اللحظة. مقداد كما نعلم بعد أن مر على إضرابه 78 يوم معرض في أي لحظة للوفاة، معرض حتى وإحنا بنتكلم في هذه اللحظة أنه لا قدر الله يتوقف قلبه ولن تستعيدي ابنك مرة أخرى. اسمحي لي أن أسألك، يعني أو أسألك، كيف حاسة تجاه هذا الأمر؟ طبعا هو في قلق شديد جدا، يعني في توتر يعني كبير كل لحظة، إنه إحنا عاملين في حالة الخطر الشديد، وإنه مهدد ابني في الوقت اللي كنا إحنا دائما خايفين عليه، ودائما خايفين إنه حدا يمسه بسوء. لكن لما يكون في وراء قضية ومؤمن فيها وفي عدالة في قضيته وفي مطلبه، يعني أنا بدي أكون مناصرة إله، يعني مؤازرة له تماما. هو بفضل الموت على الحياة بذل. راحت الشاشة تماما. هل يمكن أن تخبري مقداد عن أنه إحنا شايفينه ومدركين أنه هو بص ناحيتنا؟ وشكرا مقداد على هذه النظرة. هو يريد التحدث. سيدة إيمان انظري إليه، هو يحدثك. هو يمكن بيقدر يعبر أكثر مني يعني، لكن هي مش أعماله بيقدر يحكي يعني، بس هو فكرة إنه الحياة أو الموت، لا اللي يعيش بحياة فيها كرامة أحسن من إنه يموت في سبيل سلبيل، إنه قضية عادلة أفضل من إنه يعيش بحياة فيها ذل. نعم سيدة إيمان، إذن سؤالي الأخير إليك حتى نستطيع إعادة الصورة مرة أخرى. فقدنا الصورة للأسف في أكثر لحظة أردنا أن نراها فيه. ما هي رسالتكم للعالم؟ أنا لحظة شو هلا بدي أحاول أجيب الصورة. هي رسالتنا للعالم إنه الحكم الإداري حكم ظالم وجائر، هو السيف مسلط على رقاب كل الفلسطينية،
ممكن يعني هذا شيء مهدد في كل الفلسطينيين، بأي لحظة ممكن يعتقلوا، بس الصورة اختلفت يعني خلاص. نعم، إذن حتي نستعيد مرة أخري سيدة إيمان بدر والدة مقداد القواسمي، كنا نتحدث عن ما مر به مقداد وقيامه بالإضراب عن الطعام ل78 يوم حتى اللحظة. مقداد يريد الحرية الكاملة، تم تجميد أو تم إصدار قرار بتجميد اعتقاله الإداري، ولكن مقداد أصر على استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام حتى يحصل على إيقاف هذا الاعتقال بشكل كامل، وألا يكون القرار هو فقط التجميد ثم العودة مرة أخرى. سيدة إيمان، أتمنى أن الصورة قد عادت إلينا مرة أخرى. كنت قد سألتك ما هي الرسالة التي تريدين العالم الآن أن يستمع إليها، ولكل مسؤول يمكنه أن يقدم حل لأزمة مقداد. مقداد واحد من الأسرى المضربين عن الطعام 6 أو 7. هو شاب في مقتبل الحياة، بتمنى إنه يعيش الحياة بكل تفاصيلها بكل بساطتها، بتمنى إنه يكمل تعليمه ويكون حياة مستقرة. لكن الاعتقال الإداري الخاضع لمزاجية ضابط المنطقة هو عبارة يعني بهدد كل واحد فلسطيني ممكن يعتقل بدون تهمة، بدون أي مسوغ قانوني، بدون أي قضية توجه إليه. هذا الإشي يعني مؤلم جدا، يعني إنه يقضوا أحلى شباب وأحلى أيام عمرهم في الاعتقال دون وسكوت العالم كله، ودون الاعتراض، ودون توقيف الحكم الإداري، ودون التدخل في إفراج عن أسرى عمالهم بموتوا من أجل الحياة. يعني أنا عمالة بشوف ابني عماله بده يموت ووصل لمرحلة الموت، والعالم كله بتفرج ومقر هذا الشيء. يعني هو شو صار؟ يعني وين أحرار العالم؟ وين شرفاء العالم؟ وين اللي بأمنه بالحريات بحق الإنسان؟ ليش يعني أنا ابني أحلى أيام عمره عمالة بقضيها بالسجن؟ هذا ظلم، يعني ظلم كبير جدا. أنا بتمنى إنه يرجع على البيت ويستأنف يعني حياته الطبيعية وترجع لصحته وعافيته، وإحنا ندير بالنا عليه مش يكون في المستشفيات الإسرائيلية، إنه لما يستعيد عافيته يرجع للاعتقال وكل العالم بتفرج وساكت وما بتدخل في وقف هذا الاعتقال. نعم، وصلت رسالتك سيدة إيمان بدر، وصلت رسالتك مقداد القواسمي، وصلت الرسالة عبرنا عبر الجزيرة مباشر، وسننقلها حتى ولو لم يكن لمقداد في هذه اللحظة صوت، فنحن هنا صوت مقداد القواسمي لإيصال هذه الرسالة لكل من يجب أن يستمع إليها. شكرا جزيلا سيدة إيمان، واقرئي مقداد منا السلام، ونتمنى له بإذن الله السلامة والصحة والحرية قبل ذلك. شكرا جزيلا لك سيدة إيمان بدر من داخل مستشفى كبلان حيث يرقد الأسير مقداد القواسمي. مشاهدينا المسائية المستمرة، وبعد الفاصل، الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء التقارير الواردة من تونس حول التعديلات أو التعديات على حرية الصحافة والتعبير، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحذر من خطر العودة لسياسة تكميم الأفواه.